السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم. هو ليه الطب ممنوع في سويسرا أي أجنبي يدرسه؟ ليه؟ عنصرية ولا إيه بالظبط؟ ليه مانعين الأجانب من دراسة الطب في سويسرا؟ مش عنصرية. في اتفاقية اسمها اتفاقية بولونيا، اتعملت من أكتر من 20 سنة، عملوا فيها اتفاقات دول أوروبا كلها تخش معاها ايسلندا وكمان ليختنشتاين. ليختنشتاين دي جوه سويسرا، دول مسموح ليهم دراسة الطب في سويسرا. يعني افريقيا لا، اسيا لا، وكل القارات التانية لا. طب اللي يدرس في سويسرا الطب يكون ايه؟ يكون سويسري او حاصل على الجنسية السويسرية ودارس في سويسرا او مقيم في سويسرا في المدرسة، داخل بقى المدرسة بقى ابتدائي اعدادي. طبعا عشان تخش كلية الطب في سويسرا بتكون متفوق جدا، لان الدراسة هنا صعبة للطب، بتاخد وقت برضه من 5 لـ7 سنين، وبعد اول سنة في كتير بيغيروا الكليات لان مش قادرين عليها، لان صعب. طب انا متفوق وعايش في اي دولة عربية او في اي دولة من امريكا اللاتينية وكده، مش مسموح لك تدرس هنا، فتروح بقى اي دولة تاني غير سويسرا. دي العقبة اللي هي في الطب بس، لكن غير كده سويسرا فاتحة كل المجال لكل التعليم، وبالذات كمان لو انت مخترع كمان كويس هيقولولك اهلا وسهلا. ولو انت مخترع ودماغك كويسة شغالة وجيت لقيتها في زيورخ واشتغلت في زيوريخ، مش هتطلع من المكان ده، هتخش مكان جنبه تاني هتلاقي بقى جوجل وجميع الشركات العالمية. يعني هتلاقي شغل وبمرتب مغري جدا في سويسرا لو انت اتعلمت هندسة او هندسة الكترونيات. الحاجات دي مطلوبة جدا هنا، وهتلاقي شغل بسرعة، وهم اللي هيعينوك كمان وجنب الجامعة. يعني جوجل ما شاء الله عمال يجي هنا شوية بشوية، المقر الرئيسي دلوقتي بدأ دخل هنا يعني من فترة، وده برضو هيبقى مفاجأة، برضو هنعمل لكم يعني لقاء من داخل جوجل في سويسرا. التعليم الطب ممنوع عشان هي اتفاقية دولية. طب الاتفاقيات الدولية دي ممكن تتغير لو الدول العربية او الدول اللي انا تابع ليها، الدول العربية الحكومات دخلت واتناقشت في عملية تغيير نظام بولينيا اللي احنا ممكن نخش فيه، مثلا نورد افريكا، مثلا بتكلم على الجزائر، مغرب، تونس، مصر، ليبيا كده. دي لازم حكومات تتدخل فيها عشان دي اتفاقية عالمية بين اوروبا ونفسهم، لان الطالب الاوروبي مش هياخد فيزا عشان يخش سويسرا، بس بالسهلة برضو ان هو يدرس طب هنا بيخش اختبارات كتيرة جدا، وفي كتير بيسقطوا. وطبعا بتكلف السنة الواحدة طب من 4000 ل 8000 سويس فرانك، الفرنك السويسري، من 4 لـ 8000 ده مصاريف دراسة فقط، من غير السكن والتأمين الصحي ومن غير الاكل والشرب. عملية الفيزا لسويسرا من غير الطب بس، عشان يبقى ايه، نعمل فيديو واحد عشان يبقى الناس برضو ممكن افيد ناس اكتر. لما تيجي انت بتقدم على اي دراسة تانية غير ممنوعة في سويسرا، بتكلم بقى على هندسة وفنون تطبيقية وفنون جميلة وحاجات كتير جدا، ده الهندسة لوحدها فيها بتاع 100 فرع. لما انت بتجيب الباسبور بتاعك والورق بتاعك والشهادات مترجمة، الاثبات المالي، ايه هو الاثبات المالي؟ خلي بالك من الحتة دي بالذات، ان انت هتقدر تدفع الايجار والتأمين الصحي، دول اساسيين مفهومش، التأمين الصحي كل شهر والايجار كل شهر، واثبات ان انت تقدر تصرف 30 فرنك في اليوم، اللي هو ايه يعني 900 فرنك، يعني 1000 فرنك في الشهر. انت محتاج 1000 فرنك تثبت دول تاخد فيزا. دي نصيحة مني لوجه الله. الناس اللي بتسأل ان انا احط فلوس واشيلها تاني، النظام القديم اللي كانت عامل من 30 سنة، لما تيجي تطلب فيزا لاوروبا انسى الكلام ده. انت لازم تثبت ان انت
لو انت ما اشتغلتش الا بعد 6 شهور هتعمل ايه؟ هتنشف، مش هينفع. يبقى لازم يكون عندك المقدره الماليه. انا الفيديو ده للناس اللي معاها فلوس تدفع غير المنحه. المنحه بتبقى من الدوله. عامه التعليم في سويسرا 90% كله من الفلوس اللي احنا بندفعها. ايه هي الفلوس اللي احنا بندفعها؟ فلوس الضرائب. 90% من التعليم في سويسرا من فلوس دافع الضرائب، اللي هو انا وانت وحضرتك وحضرته وكده دافعين الضرائب. الضرائب يعني ايه في سويسرا؟ الضرائب في سويسرا يعني مرتب شهر مش سنه. بتدفع مرتب شهر، تدفعهم بقى شهريا، تدفعهم مره واحده اللون ال 13 لما بيجي اخر السنه. في شركات هنا بتدي اللون ال 13 اللي هو المرتب. المرتب ده بيروح لايه؟ للضرائب. لكن انت مثلا قول مثلا انت بتاخد 4000 فرنك مرتب، لو انت عملت مثلا كل شهر 300 فرنك يبقى انت دفعت حوالي 3600 فرنك للضرائب، هيجي اخر السنه هتدفع 600. ماشي؟ الحياه هنا لسه امبارح طالع تقرير ان احنا اكتر ناس بتشتغل في العالم هم السويسريين. انا بتكلم على السويسريين اللي هم يعني ما انا سويسري مثلا من اصل مصري. كل اللي بيشتغل في سويسرا طلعت الاحصائيه ان احنا بنشتغل اكتر ناس في العالم بيشتغلوا على الكره الارضيه دي كلها سويسرا، وبعديها ايسلندا. فهنا الشغل بالسهل ان انت هتيجي تقول انا طالب وهشتغل، هتشتغل 3 ساعات في اليوم سبت او حد، تشتغل 8 ساعات. لكن حضرتك انت مش لوحدك، ده في ناس كتير بتشتغل بس سبت وحد. يعني انت لو اشتغلت بس 3 ساعات في اليوم اللي هو هنقول على 17 فرنك 18 فرنك، هتجيب اللي هما في الاخر الشهر هتجيب الالف فرنك، تبقى ممتاز جدا. يبقى نرجع للحديث، دراسة الطب في سويسرا لاي جنسية غير الاتحاد الاوروبي ممنوع، هما مش مانعينها كده. يعني الحالة الوحيدة ان انت تدرس بيها طب لو انت والدك او والدتك دبلوماسي وعايش هنا. طب ماشي، انا ابويا مثلا سفير وجيت قدمت في الطب وقبلوني وبعد سنة ابويا راح بلد تانية، اعمل ايه؟ لا كمل انت بقى، كمل الدراسة ما دام الوالد هيقدر يدفع. العملية كلها مادية غير المنح. المنح فيه بتبدأ من 15 لحد 45 الف فرنك منح دراسية. عشان ياخدك انت كمنحه دراسيه من مصر او من المغرب، تونس، الجزائر، العراق، مش عارف مين، كل الدول العربيه حبايبنا، اطيب شعوب العالم احنا العرب، اطيب شعوب. عشان تطلع منحه بتدعي ربنا بقى ان انت يقبلوك. ليه بقى هنا بقى ليه الكونكرنس اللي هو الضغط من هنا؟ لان كل اوروبا عاوزه تيجي هنا، كل اوروبا عاوزه تاخد منحه من سويسرا. كل طب احنا العرب والافريكان والبتوع اليابان وبتوع الصين ده بتوع الصين دول كتير جدا بيتعلموا هنا. فانت لو جات لك منحه من سويسرا يبقى انت زي ما بيقولوا كده امك ده عيالك، هتبقى الاقامه كامله على حسابهم وهتاخد فلوس كمان. دي بقى يعني انت وحظك. الكونتاكت كله مع السفاره، مفيش حد يقول لك انا هطلعك بعثة يبقى انت اتنصب عليك. مفيش حاجة في سويسرا اسمها في واحد تالت يجي يخش في الكلام، مفيش الكلام ده هنا. انا بنصح اي حد قالك انا هجيب لك تأشيرة سويسرا او مش عارف ايه، كله ده كذب. سويسرا دريكت على السفارة، تروح السفارة بتقدم الورق بتاخد ان شاء الله قبول، او لو قدر الله يقول لك لا ورقك ما مش كافي، الحاله الماديه او مستواك او مش عارف ايه، هو ده. لكن ما اوعوا تقعوا في حته حد ينصب عليكم، خلي بالكم. ماشي، اتمنى اكون افدت مجموعه من البشر سليم، وان شاء الله هعمل لكم لقاء من داخل كذا جامعه ان شاء الله قريب جدا. واللي محتاج حاجة يسأل على حاجة يكتب لي إن شاء الله. أنا عندي برضو على الفيسبوك نفس الاسم برضو اسمها سويسرا بالمصري، لو في حاجة خاصة اكتب لي على الماسنجر بتاع الفيسبوك. لو أنت مش عاوز الناس كلها تعرف مثلا أنت عاوز تعمل إيه،
قبل ما انهي الفيديو، انتوا شايفين الخمس ورقات دول؟ الخمس ورقات دول تعرفين دول ايه؟ دول بسم الله ما شاء الله عقد شقة لطالب جاي من دولة عربية، دولة شقيقة، دولة محترمة جدا، طالب متفوق، عمل الكونتاكت، سمع الكلام، دخل معايا في كام تليفون كده، خد الحاجات المهمة على السفارة على طول، الورق كله كان ما شاء الله مستعد، ترجم الورق بسرعة وعمل كل حاجة، وسبحان الله ورقه اتقبل، وقالوا له اعمل. الناس كلموني من البلد دي، كلمنا الجامعة اني على شهر 8 الناس بتمشي من الجامعة اللي هم خلصوا الدراسة. فهو بص الواد ده موزع صراحة يعني. ففي واحد من مش مهم مش بلد من اوروبا يعني هيخلص وهيمشي ياخد حاجته ويمشي. فالشقة دي الحمد لله عملتها له فيديو وبعتها له وعجبته جدا. طبعا الفيديو الموبيليا اللي جوه دي مش بتاعت الراجل، هياخدها معاه، هو قال لي لو انت عاوزها خدها يعني. فاتفقت معاه على مبلغ معين وهيسيب الحاجه. فالاخ ده هيجي من المطار هروح اجيبه واديه سكن. يعني تخيل انت كده، هي حظوظ، واهله ما شاء الله مبسوطين يعني، وناس طيبين جدا، دفعوا له ايجار سنه وعملوا التامين الصحي من السفاره. يعني امورك مستوفيه، ربنا يكرمكم جميعا كده وتبقوا زي الاخ ده. هو طبعا مش هقول اسمه ولا بلده، هي بلد عربيه، ناس محترمين جدا، وموفق ان شاء الله. وراح اجيبه من المطار بشهر 8 ان شاء الله، ويبدا دراسه، هيبدا هندسه، وربنا يكرمه ان شاء الله، ينفع نفسه وينفع بلده. انا نفسي كل العرب يجوا يتعلموا هنا، نفسي عشان يفيدوا بلدهم في الهندسه. مهما احكي لك عن سويسرا مش ممكن ما تصدقنيش، الفن يا جماعة في البنى هنا حاجة فوق الوصف. المباني منظرها جميل جدا، والمساحات حلوة، والمباني شكلها شيك وحاجة مريحة للنفس يعني. أنا أتمنى يعني إن أنا لو أقدر أشيل سويسرا دي وأوديها مصر كده كنت عملتها، أو أوديها المغرب، أو أوديها تونس، أو أوديها أي بلد تاني. إن شاء الله أكون أفدت مجموعة من الناس إن شاء الله، وكل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.